بخصوص المقام اللي احنا واقفين قدامه دلوقتي، ده مقام الامام الحسن البصري نفسه ولا مقام ابنه؟ لا طبعا ده سؤال مهم جدا، لان هنا في خلط شديد جدا عند الناس. طبعا ها ده مقام ابن الشيخ حسن البصري رحمه الله عليه. الشيخ حسن البصري جاء الى هنا وتكلم كما قلت سالفا، ولكن هذا مقام ابنه، فابنه هنا عاش. وطبعا حتى احنا شايفين المقام لوحده في عزله وحده، لانه عاش فتره طويله في هذا المكان، وكان يدعو طبعا هو كما يقال يعني في المثل البسيط ابن الوز عوان، كان يدعو مثل ابيه الى هذا الدين العظيم، ثم دفن هنا وهذا هو المقام. حضرتك انت ساكن جنب الضريح ده؟ طبعا يا فندم. ده ضريح مين بالظبط؟ ده سيد ابان ابن عثمان ابن عفان. لكن مش ضريح سيدنا عثمان ابن عفان نفسه؟ لا لا، ده ابنه، ابن سيدنا عثمان ابن أيوة عفان. ده سيدنا ابان ابن عثمان. تمام. ابن عفان. ليه بقى الناس حضرتك بيقولوا ضريح سيدنا عثمان ابن عفان وبيجوا زيارات لهذا الضريح؟ لان هو الناس من ايام زمان ويقال ان ده سيد عفان او سيد عثمان ابن عفان، ولكن ده ابان ابن عثمان، الناس بتيجي تزور على انه سيدنا عثمان، ولكن هو ابنه. الناس بتيجي تزور على اساس ان هو سيدنا عثمان ابن عفان، ولكن ده ابنه، ابان ابن عثمان ابن عفان. ايوه. الناس بتيجي ناس يعني من بلاد بعيده عايز بيزور اللي عليه السلام، هو عايز عثمان ابن عفان. فالناس متلخبطه. ايوه بالظبط كده. تمام. طب ليه ما حدش بيشرح لهم ان ده ضريح ابن سيدنا عثمان ابن عفان وليس هي ناس عندها عقيدة على ان هذا سيدنا عفان ابن عثمان. تمام. ولكن هو سيد ابان ابن عثمان ابن عفان.